النهاردة هنتكلم عن حضن يسوع. أنا بتمنى إن أنا وإنتو كلنا نبقى بنفكر في حضن يسوع، بنفكر في يسوع الحلو الجميل اللي هو عمره ما بيسيبني وعمره ما بيخوني زي بقية الناس. هو حلو دايما معطاء. وأقول لكم قصة على الحكاية دي. البنت راحت لأبونا وقالت له: أبونا بابا عيان خالص، مش بيتحرك من السرير ومحتاج زيارة من قدسك. قال لها: طبعا يا بنتي أخد بركة. أبونا زارهم في أقرب فرصة في البيت. أول ما دخل الأوضة على الراجل، لقى الراجل حاطط جنب السرير كرسي فاضي. فقال له: يا عم فلان، أنت عرفت أن أنا جاي ولا إيه؟ قال له: لا الحقيقة يا أبونا، الكرسي ده ما كنتش حاطه عشان قدسك، وده مش فاضي، هنجيب لك كرسي تاني. فجابوا لأبونا كرسي تاني وسابوا الكرسي فاضي. وقال له: أصل الكرسي ده ليه حكاية، اقفل الباب يا أبونا عشان أحكي لك، عشان مش عاوز بنتي تسمع. فقال له: إيه حكاية الكرسي الفاضي ده؟ قال له: من ساعة ما اتحكم عليا أني ما اتحركش من السرير وتعبت جدا، في واحد صاحبي زارني وقعدت أشكيله من الوجع اللي أنا فيه وكده، فقال لي: كل ما تحس أنك تعبان أو موجوع وزعلان كلم يسوع. يعني إيه كلم يسوع؟ قال له: حكيله، أشكيله وجعك وألمك، هو يحس بيك ويسمع كل كلمة منك. فقعدت أفكر: هل فعلا يسوع سمعني؟ هل فعلا حاسس بوجعي؟ وبعدها جات لي فكرة، قلت: خلاص أنا أحط كرسي جنبي وعشان يسوع أتخيل أن يسوع قاعد عليه. وفعلا ابتدى كل شوية أكلم يسوع وأحكي له مشاكلي وأحكي له أوجاعي، وسنة سنة ابتديت أحس أن يسوع فعلا قاعد على الكرسي وأنا حاسس بيه، هو حاسس بيا كويس جدا جدا، وأنا مش قادر ما أحكيلوش في يوم. طبعا أول ما بشوف بنتي ببطل كلام معاه، لأن مش عاوزها تقول عليا مجنون بكلم كرسي، لكن الحقيقة أنا كنت كأني بشوف يسوع على الكرسي جنبي وأنا موجوع. وفضلت كده سنين طويلة وأنا فرحان أن يسوع مش ناسيني. وبعد كده أبونا خرج متعزي خالص من عنده ومبسوط أن الرجل ده قديس ومحدش يعرف. ويتمر الأيام، وبعدين البنت جات لأبونا قالت له: يا أبونا أنت معرفتش بابا راح السماء. قال لها: طيب يا بنتي وانت عاملة ايه، طمنيني عليكي. قالت له: أنا متعزية خالص يا أبونا، واثقة وفرحانة أن بابا في السماء، لأنه هو يعني بين لي أنه هو رايح السماء فعلا. بس في حاجة غريبة كانت حصلة كده أنا فعلا مستغربة لها جدا في نياحة والدي. قال لها: ايه قوليلي. قالت له: عارف يا ابونا حصل ايه، بابا سلم عليا بحرارة وقعد يبوس فيا وقعد يؤكد لي ان هو بيحبني خالص. وبعدين قلت له: بابا انا رايح اشتري حاجات من السوق ورجع. قال لها: طب روحي يا بنتي ربنا معاكي. قالت له: لما رجعت كان بابا تنيح، بس الغريب اني لقيته نصه على السرير ونصه على الكرسي الفاضي اللي احنا ما كناش عارفين هو ليه عاوزه يعني. فابونا الدموع نزلت من عينيه وقال لها: الحقيقة أبوكي كان حاسس ومتأكد وواثق أن يسوع بنفسه قاعد جنبه على الكرسي ده، وعشان كده هو كان عارف أن الكرسي ده بتاع يسوع. وعلى ما أعتقد أن هو في آخر لحظة من حياته قرر أن يحط رأسه على رجلين يسوع، في حضن يسوع. فحبيبي أنا وإنت لازم ناخد ربنا يسوع المسيح له المجد في كل مكان بنروح. تخيل انه راكب جنبك في المواصلات بتحكي معاه، حكي معاه. تخيل انه واقف جنبك وانت بتبيع حاجة ولا بتشتري حاجة. تخيل انه واقف جنبك وانت في الورشة بتاعتك بتصلح حاجة، خشب ولا حديد ولا اي حاجة. تخيلي انه قاعد معاك في المطبخ حتى وانت بتشتغلي، عمالة تتكلمي معاه، بتوصيه على جوزك الشقيان وعلى أولادك اللي محتاجين مساعدة ولسه ما رجعوش من برة. تخيل ان انت قاعد جنبك كده في نفس البنش في المدرج في الجامعة، يسوع قاعد جنبك. يسوع ده يبقى معايا على طول. قولولي اصعب حاجة ايه ممكن ان احنا ننساه، لكن لو افتكرناه وعدنا نكلمه وعدنا نحط رجلينا رأسنا على رجليه وفي حضنه كده، خلي بالك في الآخر
يعني كل أمنية حياتنا إن أنا أوصل ليسوع أحضنه أبوسه أبوس رجليه أبقى في حضنه. ده كل أملي في الدنيا، أنا عايش عشان كده وأنت عايش عشان كده. وطبعا ده مش هيحصل إلا لما أكون أنا أعرفه كويس دلوقتي. اوعى تنسى الفرق كلمة واحدة، أعرفك أو لا أعرفك. لو تفتكر كلام يسوع قال إيه، تعالوا إلي، هو ده أنا أعرفكم، دول الناس اللي هو بيحبهم. والتانيين قال لهم ابعدوا عني لأني لا أعرفكم. يسوع عارفك كويس جدا، ما تنكرش معرفته، ما تبعدش عنه، هو مستنيك. ربنا يكون معنا ووصلنا السماء بسهولة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين.